مش احمد مثلا، احمد كان واخد شويه حقوقها شويه. احمد خلاص، لا امال ايه، احمد كان مسؤول. تقول لي احمد، هو كان اسمه ايه بس والله ما فاكر، كان احمد اندرسكور بوكس تقريبا يعني. قال لي لا، قلت له مش فاكر الباسورد بتاع احمد انا، فانا واقف الكومبليكيشن دي خليها زي ما هي كده، وافتكر الباسورد بتاع احمد كان ايه، مش فاكر احمد اندرسكور باسورد كام صح. طيب احمد اندرسكور باسورد كام، لوجن تمام. تخيل طبعا ده الدنيا عنده ماشيه كويس، لان كان واخد كام حق في الداتابيز والكلام ده، فالدنيا معاه متشافه شويتين. طب يخش على يوزر ذا اكونت ما بيشوفش بقى، يعني ما مو نوت انف ايه بريفليجز تو في يوزرز، ما عندكش بقى اصلا حاجه انك تشوف اليوزرز، خدت بالك؟ فبقى بيشوف على قد ايه يعني، بيشوف اه بس ماشي الحال، بس ماشي الحال على قد ايه بس، وعلى قد الحاله الحاجه امام الداتا. طبعا دي كده انا بدات ايه اريستريكت اليوزر واديله صلاحيات واقفل عليه والكلام ده كله، فدي بالنسبه لي من الحاجات اللي هي مهمه جدا 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 انك تعرفها. تمام؟ حاجه اخيره خالص واقول لكم كده شكرا، موضوع اليوزرز ده، ان انا اعمل حاجه اسمها رول. ايه الرول؟ الرول مجموعه من البريفليجز، يعني تخيل ان انا عندي مجموعه من البريفليجز كل مره بدي الناس، يعني مثلا كل مره بقول له جرانت سيلكت وانسيت وابديت على السكور اللي مش لفلان، وجرانت ديليت لفلان، ويعمل مش عارف ايه، وعندي شويه صلاحيات كل شويه جرانت 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 كذا جرانت كذا ايه كذا جرانت. فهعمل ايه؟ اجمع الجرانتس ديت، اجمع الجرانتس ديت كلها فرول، اخش بروت وبروت ده سكور باس تمام، اجمع كل البريفليجز في ايه؟ فرول تمام؟ وبعد كده اكتب اسم الرول وخلصت، واكتب اسم الرول مره واحده وايه؟ وابقى خلصت من الموضوع ده. ازاي اعمل ده؟ اقول تاني، انا عندي مجموعه من البريفليجز عايز اجمعهم واديهم الاسم واسميهم مثلا ايه؟ الامبليز، وبعد كده اقول بقى جرانت امبلويز، فخلاص تبقى مفهومه، يبقى انا كده بديك حق انك تبقى موظف، يبقى انت كده خلاص بتشوف كل الايه القصه دي وخلصنا تمام. اعملها بدل ما اقعد اديك واحده واحده، اديك صلاحيتك واحده واحده. يعني مثلا هروح انا كده روت ماشي، هقول له كرييت، تبقى من الاول عشان ما تضيعش مننا. السلام عليكم. عشان نغطي موضوع الرولز دوت بشكل بسيط وباسرع طريقه ممكنه، بنتكلم ان الرولز هي عباره عن مجموعه من البريفليجز باسم جديد. يعني احنا كان عندنا مثلا بنقول فوق هنا، كنا بنقول مثلا جرانت مثلا الالتر صح؟ الالتر دي مفهومه فيها حاجات، مثلا جرانت مثلا ديليت. طب انا عايز اقول له جرانت امبلوي، يديله ده موظف مثلا، يبقى اعمل ايه؟ اقول له كريت كده، انا هكريت رولز من اختراعي يعني. انا بقول له كريت رول مثلا، اسميه مثلا امبلوي موظف ماشي، دي رول معينه عندي. الرول دي مفترض بتتكون من مجموعه جرانتس، يعني مجموعه الصلاحيات. يعني ايه؟ طبعا ممكن اقول في الاول هنا دروب، طبعا ممكن اقول دروب رول اسمها امبلوي، فخلاص هو هيدروب الرول دي، او امبلوي رول عشان بس لو كانت ايه متشابهه مع التيبل ولا حاجه ما تعملش مشكله. مثلا طبعا ممكن اقول له دروب رول اف اكزيست، ماشي مفيش مشكله ايه تمام، دروب رول اف اكزيست اللي اسمها امبلوي رول، عشان نبقى عرفنا الدروب وعرفنا كريت على طول في ساعتها، وبرده فيها اف اكزيست. كريت رول اسمها امبلوي رول، هقوم جاي له ايه جراند مثلا سيلكت ماشي، قول مثلا السكور دوت استنس كل الايه التيبلز اللي فيها، يعني بقدر سيلكت على كل التيبلز لمين؟ تو، بدل ما اقول لشخص بعينه يوزر، لا انا اقول له تو الامبلوي رول، خلاص يبقى الرول دي واخده حق ان هي تسلكت على كل التيبلز اللي موجوده في الايه
في السكول مثلا سي، فانا مثلا عندي السكول مكونه من مجموعه من التيبلز، مثلا عندي شويه تيبلز مختلفين، فممكن هم مثلا بيعملوا الدرجات، مثلا بيعملوا الدرجات، فالتيبل بتاع الاستاد اللي كان فيه السكور مثلا، فانا سايب الموظفين بيقدروا يحطوا لنا النتائج للطلبه مثلا، فدعم، او طبعا ممكن اسميها بدل امبلوي اسميها مثلا الكنترول رول مثلا، ما نخليها كنترول رول اهي. كنترول رول تمام. عايز اديله بقى مثلا ان هو يقدر يعمل بقيه العمليات على التيبل الثاني الاخير ده، فاقول له جرانت، هقول له جرانت الانسيرت والابديت والديليت، قول تروح بقى على السكول دوت التيبل اللي اسمه ايه؟ ستادي. ده التيبل اللي انا مديله عليه ايه؟ مديله عليه ان هو يقدر يعمل بقيه العمليات بقى الابديت والديليت والكلام ده كله. ماشي؟ طيب تو مين برضه للكنترول رول. ماشي؟ خلاص كده. كده انا كريت الرول وبديها جرانتس على حسب مزاجي. فلو جينا جربنا الكلام ده، هنعمله بيه كابي كله. نخش على اس كيو ال. مش المفروض ابقى جوه داتابيز معينه يعني عادي، انا روت اصلا داخل اس كيو ال. يلا رن لي كل جمل يلا مش فاضيين. فقال لي ماشي دروب اف كنترول رول موجوده، لو كانت موجوده كريت الكنترول رول، جرانت السيلكت على السكول، جرانت الانسيرت اوديت والديليت على السكول اللي صادم مش عارف كده. الرول دي موجوده مش متحدده لحد، انا عايز اديها لحد، عايز اساين ليها لحد، اعمل ايه؟ مثلا احنا كان عندنا يوزرز مثلا مثلا كنا عاملين اسيا واميره مثلا، حلو، فممكن اجي اقول له ايه؟ اقول له جراند تمام الكنترول اندر سكور رول كوما و و، لو عندي حاجات ثانيه تنفع، واقول له تو تو مين؟ قلت له مثلا لاسيا ات لوكال هوست. طبعا ممكن احط اسم من سنجل كود وكلمه لوكال هوست من سنجل كود، ماشي، وممكن اقول كوما واقول له اميره ات لوكال هوست، ماشي كده. بكده انا بديهم ايه؟ بدي الجرانتس دي للاثنين او لثلاثه او 20 موظف مره واحده، بقى اسمها كنترول رول، ولما اجي اعمل لها ريفوك اعمل ريفوك كنترول. طبعا وفرت لي، لو انا بقى لو انا عندي بقى يعني، طبعا انا بدي اكزامبل بس يعني، اديت لك بس تو رولز كده على السريع، لكن طبعا ممكن تكون الرول دي معقده وفيها شغل، حاجات مسموحه حاجات مش مسموحه وحاجات مش عارف ايه وكلام زي كده، فبتوفر لي في الاخر ان يبقى ليها اسم واحد، وبالتالي اقدر اتعامل معاها كاسم واحد وخلصت. فانا لو جيت قلت اعمل الجرانتايه دي، ادي الحقوق دي للناس، فاجي على الاس كيو ال وتمد الرول كنترول رول لاسيا واميره، قلت بسم الله جو، قال لي تمام ماشي. طبعا لو انا عايز اقول اعمل برضو شو، لو انا عايز اشوف اقول له مثلا شو، اقول له شو مثلا جرانت فور اي حد مثلا، تعال نشوف مثلا لاسيا مثلا، قلت اس كيو ال جو، قال لي هي واخده، عم بس الفول تكست، قال لي جرانت كنترول رول لاسيا على اللوكال هوست واليوزج لاسيا، تمام كده؟ قلت له ماشي تمام. خلينا نخرج نعمل لوج اوت واشوف مثلا اميره، كانت من غير باسورد اميره متهيألي جو، لا كانت بباسورد، ودخلت جو، قال لي تمام. تلاحظوا طبعا انفورميشن سكيما موجوده والتيست موجوده،
في مشكله ان السكور مش موجوده، مع انها مفترض ان هي واخده حق السيلكت على كل التيبلز الموجوده جوه السكور. طيب خش على السكيول كده وهقول له مثلا ايه سيلكت حاجه اسمها فانكشن اسمها كارنت رول، يمكن يكون واخد رول، واخد رول مختلفه فعشان كده مش شايفه، يعني هي داخله بمستوى معين. فقلت له سيلكت كارنت رول، قال لي الكارنت رول نال. خدت لي بالك؟ يعني هو دلوقتي مش ثابته على الرول، فمش شايف غير الاسس بس اللي هي اليوزج. فدول ارجع تاني هقول له ست ماشي الديفولت رول، يعني خلي الديفولت رول، عايز الديفولت رول مش جايبها ديفولت رول، ست الديفولت رول كذا، واكتب اسمها الرول بتاعتنا كان اسمها كنترول اندرسكور رول. تمام؟ فقلت له خلي الديفولت رول هي كنترول رول. قلت له يلا جو. قال لي تمام خلاص الديفولت رول بقت كنترول رول. اخش لي على داتابيزز ادي السكول ظهرت، هنا ما ظهرتش يعمل كنترول اف 5 او اف 5 كده عشان يرفش كله. ادي ايه؟ السكول بدات ايه؟ تظهر معايا. وطبعا اقدر ايه اخش على الستودنت، اقدر اشوف الداتا، اقدر اخش على كله، ما عنديش مشكله. طيب لو جيت مثلا قلت له محمود حسين ده مش عاجبني يلا ديليت مثلا، اوكي؟ قال لي الكومنت ده دينايد لليوزر اسمه اميره على جدول التيتشر، ما تقدرش تمسح من جدول التيتشر. ليه؟ لان مش مخول ليها ده، او مش مدينها يعني الرول فيها كده. قلت له طيب انا هاجي اعدل على مثلا المرتب بدل 20000 اخليه 21000 وادوس انتر. قال لي انت بتعمل ابديت واليوزر، لو انتم شايفين بقيه المسج عشان مش باين قوي اقرا لكم تاني صبر كده بس تبان اهي. قال لي ابديت مش عارف كوماند دينايد تو يوزر اميره، مش قادر ملهاش حق. طب تعالى نعمل نفس الكلام على، طبعا نفس الكلام على الستودنت، نفس الكلام على كله، يعني مش هتسمح لك باي، يعني ما فيش اي تعديلات. ويجي لو حطيت الموضوع ده انتر ما بقاش برضه ايه ملهاش حق. طب تعالى على الصيادي اللي كانت واخده فيه الحقوق بقى، وكان دي واخد 45 درجة، قلت له ماشي خلاص يا عم احنا اسفين 45 درجة وبس البوب اب معلقة 45 درجة يلا. طيب هو لسه معانا على الأبديت القديمة مش الجديدة بتاعتنا يعني، بس احنا بنرجع. قلت له مثلا ايه اللي هم 46 درجة اللي حصل؟ قال لي وان رو افكتد، يعني قدرت تأبديت طبعا، وبالتالي بيديلي بس مش عارف امسح الداتا وتعمل انسيرت والكلام ده كله بالنسبة لنا ما فيهوش أي مشكلة. لو عملنا مثلا انسيرشن ماشي ما عنديش مشكله ان احنا نعمل انسيرت لاي حد في اي ماده، مش عارف بقى قسم بس اقول له مثلا اديله 50 نرجوه هل دبل كيت انتري ماشي يديله في ماده ثانيه مش عارف المواد سواء الماده يعني دي متاخده بكده، فضفت له بقى ماده فنزلت عالي جدا وادي الايه الداتا بتخش 50 درجه مش مشكله. يبقى كده دي معنى كلمه ايه الرول، وازاي بندي اليوزر بتاعنا الرول. طيب انا بس يعني دي كده كان ملخص كده لفكره الرول. انا بس عايز انوه على امر واحد بس، ممكن ساعات في بعض الاحيان بيخلي الواحد يلف حوالين نفسه ما يبقاش مظبوط، وانت على الادمن على الروت يعني الروت الرئيسي ساعات بيبقى بمعنى ديد الرول او بنعمل بريميشن او جرانت، ساعات في بعض الفيرجنز بيعلق وما بينقلش يعني بيعلق. فساعات لو انت معلق معاك ممكن تبقى قبل بعد ما تخلص كل الاوامر بتاعتك تعمل فلاش بريفليجز، فاهمني؟ فلاش بريفليجز يعني هو زي امر كده زي ريفريش يعني، بس هو بيروح بقى لو في جداول مثلا موجوده في الانفورميشن سكيما ناقص فيها داتا بيبعتها لها او كلام زي كده بحيث يشوف الايه البيانات بتاعتك النهائيه. طبعا احنا معانا بالنسبه لنا مش هيعمل اي مشكله، لكن ده امر زي ما فهمتكم دي وظيفته يعني، هو بس بيعمل زي ريفريشنج للبريفليجز. بس طبعا هنا بيقول لي انت مالكش حق اصلا تريلود البريفليجز عشان داخل باميره مش داخل بالروت، لكن تنفذ الامر في الروت مش هيبقى فيه اي مشكله. دي كانت كده الرول، اخذنا كده خلاصه فكره الكريت يوزرز، تشوف جرانتس تشوف هو واخد حق ايه، نديله كل حقوق اليوزر. مثلا
وشفنا حكايه السيرفر وعلى مستوى السيرفر، نسلكت اليوزر ونشوف اسمه ونشوف اللي ليه حق، نعمل دروب اليوزر، نعمل باسورد اليوزر، ازاي الباسورد بيتشفر، ازاي ادي اكتر من حق لاكتر من واحد على داتابيز او على اكتر من داتابيز، ايه انواع البريفليجز الاساسيه، الجرانت اوبشن يعني ايه اللي هو جرانت اوبشن والى اخره، وازاي تلوجن. طبعا شفنا من على الكوماند برومت ما يبقاش بس من خلال ال بتاع دوت البي اتش بي ماي ادمن، شفنا ازاي نتحرك فيها، شفنا الريفوك ازاي نسحب صلاحيه، ازاي تشينج باسورد معين، ازاي اخلي الباسورد اكسباير، طبعا ما بيشتغلش غير مع الفيرجنز الجديده. ده الامر بتاع لما جيت ابديت الباسورد ما رضاش هنا بالامر ده، لكن لقينا امر ان احنا تشينج باسورد امر اخر. واتفرجنا على الرول وازاي نكريت رول نديها مجموعه من الجرانتس ونوزعها بعد كده على يوزرز ونشوف الحقوق بتاعت اليوزر وعرفنا تلاش بريفليجز. ده كان كده ملخص اللي احنا اخذناه في قصه اليوزرز مانجمنت بتاعت الماي سيكول سيرفر.